الدرس اثنان فوق تحت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي التلاميذ أهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع تعيين موقع شيء في الفضاء فوق تحت إذا دعونا نبدا ونستكشف معا استكشف اربط بين كل اداه ومكانها من المكتب المقلمه مكانها يكون فوق المكتب الحاويه تحت المكتب الكتب مكانها فوق المكتب أتدرب واحد أحيط بخط مغلق ما يوجد فوق الطاولة ألون كل ما يوجد تحت الطاولة إذا نحيط المزهرية بخط مغلق ونلون كل من الكرة والسيارة اثنان أرسم أزهارا فوق الخط وعشبا تحته أوظف ألاحظ المشهد وأربط الوسادة فوق الأريكة القط تحت مائده الطعام الام وراء الولد البنت امام الولد اقيم اقرا الجدول ثم ارسم الكجّات وراء رمزي، الكرة أمام رمزي، القطّ تحت المكتب، قلم الرصاص فوق المكتب،